سخونية وأسعار زيادة وحاجة غريبة بتحصل من ريلم السنة دي، هنعرفها مع بعض. السلام عليكم يا شعب التك العظيم، يا رب دايما تكونوا كلير وملتزمين بالاجراءات عشان كلنا نرجع نقرب من جديد، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه ده اول يوم رمضان، وانا بصراحه حبيت ان انا اجل الفيديو ويكون معاكم في اول يوم رمضان، ويا رب اكون في العشر دقايق دول خفيف على قلبكم كده باذن الله تعالى. اهم حاجه تنزلوا دلوقتي تعملوا لايك للفيديو ده، ولو ما عجبكش بعد كده بعمل له ديسلايك، ولكن اهم حاجه تديله لايك عشان الفيديو ده يقدر يوصل لاكبر عدد من الناس، وانا فعلا محتاج دعمكم ومحتاج ان انتم تقدروا المجهود اللي بيتعمل. ولكن دلوقتي بقى خلونا مع الريلم 6، اكتر جهاز عليه جدل في العالم التقني. انا تقريبا ما شفتش ولا موبايل عليه نفس الجدل ده. تسعير الموبايل ده اللي جه صدمه لناس كتيره جدا ما كانتش منتظره التسعير ده من ريلمي. يعني النسخه ال 428 نازله ب 3990، النسخه ال 828 نازله ب 4490، ودي ارقام ما كناش بنسمعها من ريلمي. ولكن خلونا في الفيديو ده اوضح لكم النقاط اللي احنا هنستلمها في الفيديو ده وهنقدر نكمل عليها. وهي اول نقطه، هو التسعير فعلا غريب من ريلمي ولا ريلمي هي اللي خلته غريب؟ تاني حاجة، الموبايل ده كموبايل منفصل كقيمة مقابل سعر يقدر يحضرها ويقدر فعلا ينفذها على أرض الواقع ولا لا؟ وآخر حاجة، هل الموبايل ده يستحق ان انت تشتريه بالرقم ده ولا لا؟ خلونا بقى كده نفصص نقطة نقطة مع بعض. بيت الشاي بتاعتك؟ لا، ده احنا في رمضان. طب خلاص اقعد كده وبعد الفطار يبقى هاتكم بيت الشاي. الجهاز ده كمواصفات ينفع اشتريه في السعر ده ولا لا؟ طبيعي عشان اجاوبك على السؤال ده لازم امسك لك كل نقطه افصصها لك، ولكن انا همشي معاك بنفس التخطيط اللي ريلمي واخداه في الدعايه. يعني ريلمي اول ما بدات جت تقول لك ان التصميم هنا مختلف، تعالوا نشوف ايه اللي اتغير مع بعض في التصميم. لما تبص على الظهر من اول مره عمرك ما هتفتكر ان التصميم بلاستيك او جاي من بولي كربونات، ولكن هو جاي فعلا بولي كربونات عادي جدا، ولكن التصميم بيحيلك بالازاز بسبب تدريجات اللون. اذا كان انت رحت مع اللون الازرق اللي بيتدرج معايا الاسود وعلى سماوي، او رحت مع اللون الابيض اللي فيه انعكاسات كده زي انعكاسات الطيف، سواء انت رحت مع اي لون منهم الاثنين هيدوك ايحاء ان هو فعلا ازاز وازاز كويس جدا. ولكن بعيد عن النقطه دي، مسكته في الايد وخامه الموبايل ذات نفسها حلوه قوي، الموبايل مش تقيل ومش خفيف. انا بحب النوعيه دي من الاحجام اللي هي ما تكونش خفيفه قوي ولا تقيله قوي، يعني حاجه بص كده مريحاني. انا التقنيات اللي فيه والتطبيعات اللي كانت موجوده في الحاجات القديمه زي الريلم 5 والريلم 5 برو خلاص ما بقتش موجوده هنا، بقى عباره عن ظهر ملساء كده، لكن في كيرفات بسيطه جدا على الاطراف عشان تسهل مسكه الموبايل. حتى الفريم بتاعه جاي فريم عادي جدا ولكن مريح قوي في الايد. نفس رصه الكاميرات، وهنا برضو عندك نفس اللوجو، تقريبا ما فيش اي حاجه فيه اتغيرت الا بس التصميم بتاعه. والكواليتي بصراحه لو انت جيت قارنتها مع ال 5 برو لا، هي اعلى منه واعلى منه بكتير. ولكن احذر ان انت عندك هنا بروز في الكاميرات، وبروز الكاميرات ده بيدار قابل جراب اللي جاي مع الموبايل. لكن لو انت شايل الموبايل من غير جراب زي حالاتي كده لا، هيكون عندك بروز وبروز قوي كمان، لدرجه ان هو يسبب ان الموبايل ما يكونش متزن بعض الشيء. ولكن اوفر اول هو كويس جدا، وبيجي برضو عندك بسماعه خارجيه موجوده ناحيه اليمين ودي حاجه كويسه، وعندك برضو هنا فتحه السماعات 3.5 ملم جاك اللي هي برضو موجوده، ودي حاجه كويسه جدا ان هم يقدروا يحافظوا عليها. اما لو جيت بصيت على الجنب كده فانت تلاقي عندك زرار البصمه تحول مع زرار الباور، خلاص ما بقتش فيه بصمه خلفيه، لا زرار الباور هو نفسه زرار يعني الباور، ودي حاجه كويسه جدا. وانا بصراحه شايف ان ده افضل تطبيق للبصمه، تقدر تشتغل معاك بكل سهوله وتفتح مجرد ما انت تلمسها على طول. حتى بصمة العين برضو او بصمة الوجه هنا شغالة بشكل كويس جدا. لو انت من الناس اللي عايزه تكسب فعلا الريلم 6 كجيف اواي، الشروط بسيطه جدا. اول شرط ان انت هتعمل اشتراك في القناه، ولازم تفعل زرار الجرس او تفعل الجرس اللي هنا ده زي ما انتم شايفين كده. تاني حاجه ان انت تعمل فولو على انستجرام، واخر حاجه ان انت تتابعني على صفحه الفيسبوك، وهتكتب لي تحت كومنت برايك في الجهاز بكل صراحه بعد ما تعرف المميزات بتاعته، وهتناقشني فيه اذا كان يناسب قيمه مقابل سعر ولا لا. بكده تكون انت دخلت معايا المسابقه، ودي اللي هعلن عليها بعد اسبوع من نزول الفيديو ده. طيب لحد دلوقتي كده احنا ما شفناش حاجه في التصميم تخلي ان سعر الجهاز يزيد، يعني ما جالوش مثلا تصميم زجاج، احنا زي ما قلنا بولي كربونات. طب هل الشاشه هي اللي زودت سعر الجهاز؟ تعالوا بقى نشوفها مع بعض. لو جينا قارنا الريلمي 6 بالريلمي 5 فتقريبا هي نفس الدقه بنفس بانل الشاشه اللي هي الاي بي اس عادي جدا بدقه فول اتش دي بلس، ما عنديش عليها اي اختلاف. ولكن الملحوظه اللي هنا او الاختلاف البسيط اللي هنا في حاجتين. اول حاجه الكاميرا، بدل ما كانت بتيجي في الريلم 5 برو عن طريق نوتش موجوده دروب
في النص كده، لا بقت بتيجي هول بانش او خرم موجود على شمال الشاشه. ومع ذلك انا ما عنديش اي مشكله خالص عليه، ولكن بصراحه لما اجي ابص له كده هو بيديني كل ما اجي افتح الموبايل، يعني عشان افتحه عن طريق بصمه الوجه، بيديني زي ضوء حوالين الخرم بتاع الشاشه ده او حوالين الكاميرا. وهي بصراحه جايه كويسه ولكن حجمها كبير نسبيا، لكن الشاشه كلها اوفر اول ما عنديش عليها مشكله. سطوعها تحت اشعه الشمس بتوصل لاعلى مستوى سطوع وبتوصل لاقل مستوى سطوع، حتى بتقدر تتفرج عليها في الفيديوهات بشكل كويس جدا، ما عنديش عليها اي مشاكل اطلاقا. ولكن المميز بقى والجديد هنا رقم 2، ان فعلا بقى في فرق عن الريلم 5 برو في معدل تحديث الشاشه او الريفريش ريت اللي هم بيسموه ال 90 هرتز. طب هل بقى ال 90 هرتز شغاله بشكل كويس ولا مش شغاله؟ ودي دعايه على الفاضي من ريلمي. اقعد بقى كده وهقول لك على شويه معلومات بسيطه قوي، لان دي هتربطني بحته ليها علاقه بالسوفت وير. لما تيجي تبص على الشاشه هي شغاله 90 هرتز، ودي هتبان معاك في السكرول وانت بتسكرول في الفيسبوك او حتى بتسكرول في الموبايل او بتدخل وتخرج من الابلكيشن، هتحس فعلا ان ال 90 هرتز عامله فرق رهيب جدا مع الجهاز. ولكن هقول لك ولكن دي ليه بقى؟ لان هنا عندك السوفت وير مازال زي ما قلت مع السي 3 وال 6 اي، السوفت وير بتاع ريلمي او الريلمي يو اي الجديده دي مليانه باجز، مليانه باجز بشكل كبير قوي. فانا ما كنتش اتمنى من ريلمي ان هي فعلا توصل للمستوى ده. يعني هي كويسة وعندها ثبات، ولكن فيها تقطعات في بعض انحاء السوفت وير كده غريبة انا لحد دلوقتي مش فاهمها. فما بالك بقى لو مفيش فعلا 90 هرتز في الموبايل ده؟ لا، كنت هتشوف موبايل فيه كمية باجز وتقطعات بشكل غريب جدا. يمكن اللي مساعد هنا المعالج الجي 90 تي مع الشاشة 90 هرتز، مخليها الموبايل اسلس شوية. فالشاشة لو انت هتقيمها كشاشة، لا كويسة جدا. هل ال 90 هرتز شغالة ولا افتكاسة؟ لا شغالة، وشغالة بشكل كويس قوي كمان. ونقطة الجدال التانية اللي كانت بعد الشاشة اللي المستخدمين كلهم أثاروا عليها جدل، وهي المعالج والحرارة اللي بتطلع من الموبايل ده. لحظة واحدة، اقعد انت كده بقى على جنب، خلينا ركز مع الناس دي، ركز معايا قوي في الثلاث دقايق دول، لان دول فعلا هيفرقوا في قرارك ان انت تشتري الموبايل ولا لا. مبدئيا كده المعالج اللي بيجي في الموبايل كلنا عارفينه، جي 90 تي، بيجي مع نسختين 428 او 8 جيجا 128، وتقريبا الفرق بين النسختين كبير قوي، في فرق الضعف في الرامات. ولكن انا النسخه اللي كنت بقيمها معايا هنا اللي هي دي 428، والكلام اللي انا هقوله على ال 428. يعني اي حاجه اقولها لك اعرف ان هي ادائها هيكون الضعف مع الرامات ال 8 جيجا النسخه اللي اعلى من دي اللي تقريبا عامله 4500. اقعد بقى تاني على جنب، نركز مع بعض. مبدئيا كده خلونا نقسم لكم الاداء ده لثلاث اقسام. نمسك اول قسم هو تصفحي انا اثناء السوشيال ميديا والتنقل ما بين التطبيقات المختلفه. انا حطيت والله العظيم على الموبايل ده حاجتي بيه الكامل، ومشيت بالموبايل استخدام شخصي، حطيت عليه انا بستخدم ما تتخضش من الرقم 120 تطبيق على الموبايل. انا راجل بشتغل جرافيك ديزاينر، راجل يوتيوبر، راجل عندي شغل، عندي حاجات على الشانل. يعني خلف، انت بتكذب يا خلف. طبعا مش في رحله، خليك فريتش. عندي بلاوي زرقاء من الصور والملفات، فعندي حاجات كتيره جدا، فطبيعي ان انا احط الرقم ده على الموبايل. الموبايل في الاداء اليومي بتاعه كويس جدا طول ما انت جوه الابلكيشن، طول ما انت بتتنقل ما بين تطبيقات بسيطه حلوه قوي. ولكن لو انت فتحت 3 4 تطبيقات مع بعض وبدات تزود بقى اللي هي 8 تطبيقات 9 تطبيقات مع بعض في نفس الوقت، او اللاج البسيط ده مش جاي من ناحيه المعالج ولا من ناحيه الشاشه 90 هرتز. انا عاطل معالج اصلا مخصص للجيمنج اللي هو زي 90 تي، وبالتالي المخصص للجيمنج بالتالي هيبقى مخصص للاداء اليومي كويس جدا مع ال 90 هرتز بتاعت الشاشه، فالمفروض يكون اداؤه ممتاز جبار. ايه اللي بيحصل؟ المشكله هنا يا عزيزي ان هي في السوفت وير. السوفت وير بتاع ريلمي زي ما اتكلمت عليه برده مع الشاشه، اتكلم عليه مع الاداء. سوفت وير لازم ريلمي تبعت له ابديت مباشره. انا استقبلت على الموبايل ده اول ما فتحته ابديت واحد وحسن لي التجربه شويه، ولكن لسه محتاجين بعض الابديتس عشان التجربه تبدا توصل لمرحله الاستقرار التام. وانا متفاهم الامر ان اي سوفت وير جديد بيطلع زيه زي سوفت وير بتاع كل الشركات اللي طلعت في البدايه، ان هو لازم يقابله بعض المشاكل وبعض اللاج. ولكن كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتاعت اللاج والتقطعات اللي في السوفت وير كلها مشكله سوفت وير، ما تلاقوش مش مشكله معالج ولا مشكله الشاشه 90 هرتز اطلاقا، فدي وارد ان هي يوصل لها تحديث. لكن بعيد عن الكلام ده كله، اداء في الاداء اليومي اداء جيد جدا. اما النوع الثاني وهي مع الالعاب، انا جربت عليه كول اوف ديوتي وجربت عليه ببجي. مبدئيا بلعبه على الهاي، الجهاز والله العظيم ما سقطش معايا اي فريمات اطلاقا،
والفيديو اللي شغال قدامكم ده انا لعبت ببجي عليه لمده نص ساعه تقريبا. بعد اول 10 دقائق بدات درجه حرارته توصل 36، ما بين 36 و37. اول ربع ساعه ما عدت بدات درجه حرارته ترفع ما بين 38 و38.5. في اخر نص ساعه بالظبط بعد ما النص ساعه خلصت درجه حرارته وصلت ل 39 درجه سيليزياس. والغرفه اللي انا كنت قاعد فيها اللي هي غرفه التصوير، يعني كنت فاتح السوفتات بتاعتي، المفروض الحراره تكون زايده، وكنت قافل اي مروحه او اي تكييف، ما كنتش مولع اي تكييفات خالص بحيث ان انا اعيشه في اكبر درجه سخونيه. واللي متابعني فيكم على الاكونت الشخصي بتاعي، انا نزلت فعلا، بص قلت ان انا نازل الشارع لمده يومين بجرب الجهاز. الجهاز في الشارع وصل معايا لحد 41 درجه مئويه، ولكن ده انا فعلا يعني معتبره حاجه طبيعيه، خاصه ان اليومين اللي نزلت فيهم كانوا حر جدا وكانت الناس كلها بتشتكي من درجه الحراره، وبالتالي اي موبايل في درجه السخونيه دي طبيعي ان هو لازم يسخن. ولكن وصل لحد 41 درجة مئوية، دي أقصى درجة أنا قدرت أوصل لها، يعني هو الموبايل بيسخن السخونية زيه زي الموديل اللي قبله من الشركة المنافسة بدرجة طبيعية جدا، ما عندكش عليها أي مشكلة. طب هل السخونية دي ممكن تضرني أنا أو تضر البطارية بتاعت الموبايل؟ إطلاقا. يبقى دلوقتي لو أنت قاعد في درجة حرارة غرفة بتلعب لعبة تقيلة زي ببجي أو كول أوف ديوتي على أعلى حاجة، توصل معاك لحد 39، لكن لو أنت في الشارع وشغال على الموبايل 4G وداتا فتح الشاشه على اخرها وبتلعب كمان، هيوصل معاك لحد 41 درجه مئويه، لكن لو انت بتتصفح درجه حرارته هتبقى الطبيعيه ما بين 32 و33. عمالين نقول سلبيات، طب ما فيش حاجه ايجابيه؟ لا، الموبايل يا جماعه فيه ايجابيات كويسه جدا، ولكن انا لازم اقول لك دي قدام دي. خد بقى الايجابيه دي وما تخافش. مبدئيا كده الموبايل ده بيجي ببطاريه 4000 وكسر ملي امبير، ولكن سيبك من ال 4000 وكسر دي وخلينا نركز معاك في المضمون. بيجي بشاحن تايب سي، والشاحن اللي جوه العلبه 30 واط، والشاحن ده لوحده اصلا برقم، فده يستاهل ان هو يزود سعر التكلفه على الشركه اللي بتصنعه. تقريبا الشحن معايا زي ما انتم شايفين اهو كده، انا شحنته من 18% لحد 100% سحن معايا في حوالي ساعه الا تلت بالظبط، والساعه الا تلت دي يعتبر حاجه كويسه جدا، فهو تقريبا يشحن من صفر لحد 100% بيشحن بالظبط في ساعه الا 5 دقائق او ساعه الا 10 دقائق، وده رقم كويس جدا على بطاريه 4000 ملي امبير. ولو كان محطوط فيه شاحن اقل من ده لا كان هيقعد فتره اطول من كده، ولكن الشاحن ال 30 واط اللي في العلبه ده بالموبايل كله اصلا. بطاريه بقى بتقعد معايا، يعني انا بصراحه ما كنتش منتظر الرقم ده من البطاريه، كنت منتظر رقم اقل خاصه مع الريفريش ريت ال 90 هرتز. مبدئيا الشاشه انت ينفع تحرك ما بين ال 90 وال 60 براحتك او تسيبها على الستارت على الاوتو ستارت، ولكن انا شغلتها على ال 90 هرتز من اول ما طلعت الموبايل من العلبه، وكانت دقه الشاشه على الفول اتش دي بلس عادي جدا، والتليفون قعد معايا 5 ساعات ونص، والرقم ده كان كويس جدا على البطاريه بتاعته زي ما انتم شايفين. بالنسبه بقى لاكتر عنصر انا خليته في الاخر، وده فعلا عنصر الابهار اللي في الموبايل، انا اول ما مسكت الموبايل ده يعني انت فاهم اللي هو يعني مش عايز اسيبه من ايدي عشان حاجه واحده بس، يعني لو انا هلخص التسعير كله هحطه في الكاميرا. الكاميرا اللي هنا يعني ما شاء الله من افضل كاميرات الفئه المتوسطه اللي ممكن تاخدها حرفيا في فئه ال 4000 جنيه. الكاميرا الرئيسيه اللي معاك هنا بتيجي 64 ميجا بكسل، وهي عباره طبعا عن طريق البكسل بيننج اللي هو دمج البكسلات، عندك وضعين بتصور بالوضع العادي او بتصور بال 64 ميجا بكسل، وزي ما انتم شايفين عينات الصور مبهره، اذا كانت عينات الصور العاديه او ال 64 ميجا بكسل فيها كميه تفاصيل انا فعلا ما شفتهاش في اي موبايل تاني، حتى بالليل درجه النويز اللي فيها تكاد تكون معدومه اصلا مش موجوده، وفعلا الصور بتطلع صافيه جدا ونقيه جدا حتى في الاضاءه الليليه. طبعا عندك عدستين تانيين اللي هي عدسه الماكرو، ودي بتطلع صور مش وحشه ولكن كويسه، وتقدر تاخد بيها صور فعلا عن قرب، وريلمي حسنتها شويه عن الفايف والفايف برو، دي حقيقه فعلا. والعدسه الثانيه اللي هي عدسه العزل، ودي طبعا يعني عادي ممكن تحصل سوفت وير او تحصل عن طريق العزل، ولكن هي تقريبا بتعزل برضو كويس جدا، وما عنديش اي مشكله على الصور اللي بتطلع من الكاميرا الخلفيه دي، تطلع معزوله بالظبط وبتقص الاطراف بشكل كويس جدا. اما العدسه الرابعه ودي العدسه الاخيره وهي الالترا وايد، وهنا مش اوسع حاجه موجوده ولكن عدسه كويسه، وتقدر تاخد اكبر كم اشخاص موجود في الصوره او تاخد بيها صور مباني واسعه زي ما انتم شايفين الصور دي قدامكم. اما بالنسبه بقى للكاميرا الاماميه دي، انا عايز اقول فيها قصايد واقول وعيد، الكاميرا بتطلعك نضيف. ايوه يؤسفني ان انا اقول لك ان الكاميرا دي بتطلعك نضيف، فانت فعلا لما تصور قبل كده باي موبايل وجيت اتصورت بالريلمي 6 لا هتكره حياتك حرفيا، ويمكن ده اللي بيفرق شركه ريلمي وتحديدا الريلمي 6 عن اي منافس هينزل معاه، هي الكاميرات وخاصه الكاميرا الاماميه. الكاميرا الاماميه اللي هنا سكين تون مظبوطه جدا، يعني درجه البشره حلوه قوي، الديناميك رينج مظبوط قوي، كاميرات
عنديش اي مشكله خالص مع الجهاز ده. لو انت محتاج جهاز للكاميرات وحابب تطلع صور بروفيشنال فعلا، انصحك بريلمي 6. طيب وصلنا يا شباب لاخر فقره خالص وهي الخلاصه. طيب هل الموبايل ده انا متفق مع ريلمي في تسعيره ولا لا؟ طبعا خلينا نتفق ان تسعيره بره كان اقل من هنا، انا معاكم في الكلام ده كله، ولكن انا بصراحه تسعير انا بقولها لك اهو، سعر الريلمي 6 يعني قدام شويه هتلاقيه بدا ينزل، وده سعر الاوفيشال اللي طبيعي مش هيتباع فيه في المحلات العاديه، طبيعي هتلاقي السعر اقل من كده. فخلينا نتكلم ان الموبايل ده حتى لو على تسعيره الرسمي انا شايفه مناسب ولا لا. بص بكل صراحه وبكل امانه، بعيد عن ان انت تزعل من التسعير ولا لا، الموبايل يستاهل، الموبايل يستاهل حتى في فئه التسعير بتاعته. تعال نبص على الخيارات المتاحه في فئه ال 4000 جنيه حتى من الشركات التانية اللي هتنزل. مش هيكون عندك الشاشه 90 هرتز، انا واثق ومتاكد ان مش هيكون عندك نفس الكواليتي بتاع الكاميرات اللي موجود هنا حرفيا، وهعمل لكم كومبير مقارنه ما بينهم، فتاكد ان انت مفعل زر الجرس، ومتاكد كمان ان انت مشترك في القناه، هعمل مقارنه ما بينهم، وانا واثق بنسبه مليون المية ان الريلمي 6 هيكسب، لان كل سنه ريلمي بتتفوق فعلا في الكاميرات. واخد شاشه فول اتش دي بلس المره دي، واخد عندك شاحن سريع 30 واط في العلبه، فكل ده يا جماعه بيبقى ليه تكلفته على الشركه المصنعه. اي نعم ان سعر الجهاز ستيل برضو غالي ومحتاج ان هو يرخص، وانا متفق معاكم فيه، ولكن اللي حابب يشتري الجهاز ممكن ما يبصش ناحيه التسعير مقابل ان هو هياخد امكانيات وهياخد جوده التصنيع اللي محطوطه في الموبايل ده، واكيد حاجه مهمه جدا لازم نبص لها هي خدمه ما بعد البيع اللي دايما ريلمي بتتميز بيها، ودي حقيقه من يوم ما نزلت مصر. فانا انصح بالموبايل ولا لا؟ انصح بيه وبشده كمان. بس كده، ده كان كل حاجه عن فيديو ريلمي 6، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في المسابقه وتنفذوا كل الشروط عشان ان شاء الله واحد فيكم هيكسب الريلمي 6. اشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية جايه كتير جدا. كان معكم محمد طايل، دمتم في رعايه الله، سلام.